صباح الخير لجميع مشاهدي الام تي في اللي انضموا لنا بصباح اليوم الثلاثة 13/20/2012. عناوين كثيرة تناولتها الصحف الصادرة والموزعة على اليوم ببيروت بين محلية إقليمية ودولية، بين كلمة السيد حسن نصر الله وصولا إلى الأوضاع السورية والأوضاع في غزة. البداية مثل كل يوم مع عناوين صحيفة النهار، والعنوان الأول اللي رح نشوفه بمعظم الصفحات الأولى لصباح اليوم: صيدا غداة الصدام، سلاح مقابل السلاح، نصر الله ل 14 أذار، الحوار أو الله معكم. سليمان يعاود مشاوراته ولقاء مرتقب اليوم مع عون، جنبلاط يدعو إلى التفكير في صيغة حكومية جديدة لحماية البلد. من لبنان إلى سوريا من النهار، الائتلاف والممثل الشرعي للشعب السوري باعتراف جامعة الدول العربية ومجلس التعاون. وأيضا منتابع عنوان آخر من النهار، محاكمة البغدادي المحمودي تفتح مقاضاة رموز نظام القذافي. إلى غزة من النهار، فصائل غزة مستعدة لالتزام التهدئة، ونتنياهو يلوح بكل ما يلزم لوقف الصواريخ. وبخانية سبت كمان من صحيفة النهار الصفحة الأولى منبدأ مع قضايا سوريا الحالية مثل لبنان والعراق وأسوأ. تربية دكاش للنهار، اليسوعية الضمانة لديمومة لبنان. اقتصاد، هل من يحمي تجاوزات في كازينو لبنان؟ البلد والناس، حقيقة زج اسمي ندى اندراوس وسعد بيتموني. إلى افتتاحية النهار بقلم أوكتافيا نصر لصباح اليوم منقرأ العنوان: العرب والولاية الثانية لأوباما. إلى داخل صحيفة النهار وخانة أسرار الآلهة منبدأ مع السر الأول: تخشى أوساط سياسية واقتصادية أن يتحول النازحون السوريون إلى لبنان لاجئين دائمين إذا طالت الأزمة. ينتظر أن تصبح بلدان الاغتراب مركز نشاط واسع لعدد من المرشحين إذا تمت إجراءات تمكين غير المقيمين من الاقتراح. ننتقل من صحيفة النهار إلى صحيفة السفير وعناوين الصفحة الأولى: كيف يدعى العلماء العملاء إلى طاولة الحوار ويستبعد الشيوعيون والجماعة والناصريون؟ نصر الله: لولا المقاومة لأنشأت إسرائيل مستعمرات في جبل لبنان. ميقاتي وقهوجي للسفير: لا مظاهر مسلحة ولا فتنة أو انفجار في صيدا. من هالعنوان الخاص بالأوضاع المحلية منتابع إلى سوريا من السفير: لبنان ينأى بنفسه وقطر تفرض المعارضين على اجتماع القاهرة، استنساخ عربي لتجربة ليبيا، الائتلاف ممثل شرعي للسوريين. العدوان على غزة تسخين على نار هادئة. وبمقال من صحيفة السفير من الصفحة الأولى بقلم سليمان تقي الدين نقرأ العنوان: سوريا ولبنان على حد السكين. ننتقل إلى داخل الصحيفة وإلى خانة عيون كمان من الخانات الثابتة بصباح كل يوم: اعترض الأهالي في منطقة ذات غالبية مسيحية على زيارة شيخ سلفي ومحاولته استثمار حادثة أمنية لحسابات طائفية. وضعت وزارة خدماتية بارزة ملف استدراج عروض لمصلحة ترميم وصيانة مقار رسمية حساسة بقيمة 12 مليار و600 مليون ليرة. دعا مسؤولون معنيون إلى وضع أمن محافظة عكار تحت المجهر بعد 15 الشهر الحالي. من عيون إلى الأخبار ومع العنوان الأول والرئيس من الصفحة الأولى: نصر الله ل 14 أذار فشرتم. تفاصيل بصفحة رقم 4. أما الصورة بعنوان لعنة صيدا، وهي صورة خلال تشييع أنصار الشيخ أحمد الأسير يوم أمس في صيدا. منتابع العناوين من الصفحة الأولى: لغز شح الكهرباء في الضاحية وفائض من الإنارة في سوليدير. الجامعة تضم ائتلاف المعارضة عضوا مراقبا ونيران إسرائيلية على الجولان. قطر تدق ناقوس الخطر، منتخب لبنان ينازل العنابي في الدوحة.
كمان من داخل صحيفة الأخبار ننتقل إلى خانة ما قل ودل وبنقرأ شو ورد فيها لصباح اليوم. وقعت مشادة كلامية بين قائد فوج إطفاء بيروت منير مخللاتي وأحد نواب كتلة المستقبل النيابية على خلفية عدم تلبية الأول خدمات وطلبات خاصة، رد خلالها مخللاتي على النائب قائلا: ممنوع على أحد منكم أن يكلمني غير سعد الحريري أو أحمد الحريري، ما حدا بيمون علي غير. وسبق ذلك مشادة بين مخللاتي ونائب آخر من الكتلة الزرقاء على الخلفية نفسها. منتابع حلقتنا وإلى صحيفة المستقبل بالعنوان الأول ورد معنا: العرب يعترفون بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري. واشنطن على عجلة من أمرها لدعم الثوار، وباريس تلمح إلى الاعتراف بالمعارضة. محليا: أحمد الحريري يكشف هوية مطلقي النار في صيدا، نصر الله حكومتي باقية. كمان من عناوين الصفحة الأولى من المستقبل: ثقة المستهلك تنخفض إلى مستوى قياسي. إيران تبدأ أضخم مناورات جوية، نحذر القوى التي تهددنا. وبالعنوان الأخير: عباس، سنقدم طلب العضوية إلى الأمم المتحدة في 29 الجارية. يقال من المستقبل لصباح اليوم، ومنبدأ مع الخبر الأول. يقال إن مراقبين لاحظوا أن السيد حسن نصر الله أسقط من كلامه أمس أي إشارة إلى فضيحة الأدوية المتهم بها شقيق وزير في حزب الله. يقال إن صيادلة مستقلين استغربوا ترشيح حزب الله صيدليا لمنصب النقيب في انتخابات الأحد المقبل، في حين أن شركات الحزب متهمة بتزوير الأدوية. ويقال إن نتائج انتخابات نقابة المحامين في الشمال مثلت رسالة مدوية للرئيس نجيب ميقاتي، خصوصا أنه سبق وأعلن جهارا أنه مؤيد للائحة 8 آذار الخاسرة. منتابع وإلى صحيفة صدى البلد بالعنوان الأول والرئيس: نصر الله من فوق السياسة، نحاوركم كرم أخلاق. المعارضة السورية الموحدة تسعى إلى اعتراف دولي. إلى العنوان الأخير: إغلاق ضريح عرفات لمواصلة التحقيق. من صدى البلد إلى الجمهورية: الخطيب، ضمانات خليجية وأوروبية لتسليح مقاتلي المعارضة السورية، نصر الله 14 أذار حلفاء إسرائيل. التفاصيل بالصفحة رقم 2، والصورة بعنوان كلام آخر لاحقا، تفاصيل بصفحة رقم 10. وعم نشوف أحد مناصري الشيخ أحمد الأسير يوم أمس خلال التشيع. كمان منتابع العناوين: رسالة الجمهورية من أنقرة، فتنة التعمير غير قابلة للتصدير، وزير خارجية الدنمارك يتحدث للجمهورية، ملفات الأدوية معلومات متضاربة ورؤوس كبيرة. إلى العنوان الأخير ورد الخال للجمهورية: ليتني أملك صوت كارول سميحة. تفاصيل هالعناوين منشوفها داخل صحيفة الجمهورية، وكمان منشوف أسرار الجمهورية. نبدأ مع السر الأول لليوم: تساءلت أوساط دبلوماسية كيف سيتمكن لبنان من أن ينأى بنفسه لدى طرح بعض الدول العربية استبدال عضوية النظام السوري داخل مجلس الجامعة بالمعارضة. قال وزير ونائب سابق أن مواصلة الحكومة عملها وكأن شيئا لم يكن بتجاهل تام لتداعيات اغتيال وسام الحسن سياسيا وأمنيا ينعكس على صورة الثلاثية الوسطي ودوري. ذكرت مصادر مطلعة نائبا وازنا بالوعد الذي كان قطعه بعدم إمرار التعيينات القائمة على المحاصصة وتقاسم الجبنة. أكد نائب معارض استحالة الفصل بين السلاح والفساد الذي لا يمكن القضاء عليه قبل إزالة الشعور بالحماية والتغطية التي تتيح التملص من العقاب وتجاوز القوانين. منتابع حلقتنا وإلى صحيفة الحياة بالعنوان الأول من الصفحة الأولى: الخطيب للحياة على الأسد الرحيل بشجاعة، ومخاوف من توسع المواجهات في الجولان، دول الخليج الائتلاف الوطني الممثل الشرعي للشعب السوري.
الملك عبد الله يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية. أمريكا أكبر منتج للنفط خلال 5 سنوات والسعودية تتجاوزها مجددا في 2035. من عناوين الحياة أيضا منتابع محليا، الأمين العام لحزب الله اتهم بعض 14 أذار السعي لانفجار سني شيعي والحريري إلى الفاتيكان. صيدا تشيع ضحاياها ونصر الله يأسف ويستنجد بالدولة. إلغاء صفقة الأسلحة الروسية والبطاقة التموينية وإقالة محافظ المصرف المركزي. المالكي قدم إلى خصومه 3 هدايا في أقل من شهر. كمان منتابع عناوين صحيفة الحياة من الصفحة الأولى، مناورات واسعة على أنظمة الدفاع الجوي بمشاركة الحرس ورادارات متطورة، روسيا تأمل بمفاوضات إيرانية أمريكية. إلى العنوان الأخير، موسكو تعتقل للمرة الأولى أعضاء في حزب التحرير. إلى صحيفة الشرق الأوسط، ومن عناوين الصفحة الأولى نبدأ مع العنوان الأول، السعودية ترحب بنتائج اتفاق المعارضة السورية. خادم الحرمين والرئيس الفلسطيني يبحثان في الرياض عراقيل مسيرة السلام. ترحيب دولي باتفاق الدوحة، وواشنطن تعد بتسريع المساعدات إلى المعارضة السورية. اعتراف خليجي يفتح الطريق للائتلاف السوري عربيا ودوليا. إسرائيل تفتح النار لليوم الثاني في الجولان وتقصف أهدافا سورية مباشرة. الجزائر تعارض التدخل العسكري وترى أن العواقب ستكون وخيمة. قمة أبوجا ترسل 3300 جندي إلى مالي لطرد القاعدة. كمان عم نتابع العناوين، 16 ساعة حظر تجول يوميا وممنوع عليه الإنترنت وإصدار الفتاوى. لندن الإفراج عن أبو قتادة بعد 7 سنوات بالسجن. أما العنوان الأخير من الشرق الأوسط على الشكل التالي، كشف هوية السيدة التي اشتكت للمباحث، ومساعدون سابقون للجنرال يشيدون بنزاهته وانضباطه. جدل في الكونغرس حول غياب كلينتون بعد بيترايوس عن جلسات بنغازي. مع هالعنوان نتوقف مع بريك إعلاني مشاهدينا، ونرجع لنتابع حالتنا لليوم. خليكن معنا. نرجع مشاهدينا لنتابع حلقتنا لليوم وعناوين صحيفة اللواء. الستاتوكو اللبناني مدعوم دوليا والحريري يقابل البابا اليوم. صيدا تتجاوز الأطوع وميقاتي لا يخشى من الفتنة. نصر الله يتهم جعجع وبعض المستقبل بالدفع إلى انفجار مذهبي، والأسير يعلن مقررات الرد خلال أيام. دعم عربي سياسي ومالي لفلسطين في الأمم المتحدة. الملك عبد الله يبحث وعباس طلب العضوية. ننتقل إلى الأوضاع في سوريا من صحيفة اللواء. انفجار ضخم يهز دمشق والميغ تقصف من إدلب إلى دير الزور. الجامعة تعترف بالائتلاف الوطني وواشنطن لمساعدات عاجلة تقرب نهاية الأسد. من عناوين اللواء أيضا، رسائل تحذير إيرانية لواشنطن، أكبر مناورات للدفاع الجوي. إلى العنوان الأخير، السلطان قابوس يفتتح مجلس عمان متمسكا بالرعاية والتنمية. من صحيفة اللواء إلى صحيفة الأنوار مع العنوان المحلي، جنبلاط الأحداث المتتالية تفرض التفكير بصيغة حكومية جديدة. الجامعة العربية تعترف بشرعية الائتلاف السوري المعارض. القنابل السورية تتساقط على مدينة قرب الحدود مع تركيا. منتابع مع صحيفة الأنوار، واللبنانية جيل خوام المتزوجة من أمريكي كانت هدفا لتهديدات صديقة بيترايوس. كمان منتابع مع الأنوار، وبكتب المحلل السياسي منشوف العنوان، البلد في حالة غرق والحكومة عاجزة عن العلاج.
أما اقتصاديا من الأنوار بنقرأ بهالخانة الملياردير المصري ساويرس يسعى للاستثمار في شركة اتصالات إيطالية. نتابع التفاصيل بالصفحة رقم 11 ومننتقل لصحيفة الديار والعنوان الأول والرئيس: صيدا في خطر كبير وهناك من يدفع إلى تصعيد الفتنة السنية الشيعية. السيد حسن نصر الله يحذر من الفتنة ويهاجم فريقا له تاريخ مع إسرائيل. جنبلاط يدعو إلى تبديل حكومي لخطورة الوضع وعون في بعبدة اليوم. استفراد الديار والتحقيق معها اليوم. وأيضا من عناوين الديار: جعجع والقوات يتقدمان بشكوين ضد شارل أيوب والديار. قصف إسرائيلي في الجولان والاشتباكات مندلعة في كل سوريا. من صحيفة الديار منتابع حلقتنا إلى صحيفة لوريون الجور الصدرة باللغة الفرنسية، وبترجمة سريعة لعناوينا منبدأ مع العنوين الأول: الحكومة الجديدة النواة تبدأ بالتحرك، الجيش يراقب صيدا. باراك: سوريا ستدفع ثمن أي طلقة على الأراضي الإسرائيلية. التعليم والتوعية لمواجهة السكري والبي بي سي في إضراب كامل. منتابع وإلى صحيفة ديلي ستار الصدرة باللغة الإنجليزية، وأيضا بترجمة سريعة على عناوين البداية مع العنوين الأول المحلي: نصر الله ل 14 آذار دعوة 14 آذار فاشلة. إسرائيل تحدد أهدافها في سوريا من مرتفعات الجولان. مصدر صيدوي: الأسير قد يشكل جناحا عسكريا. كمان منتابع حلقتنا وإلى صحيفة الشرق: صيدا شيعت الضحيتين والحريري دعت للمحاسبة. أما الصورة من الشرق بعنوان: أقوى رجل في العالم أسقطه الجنس، بتراعيوس أطاحته الغيرة. التفاصيل بالصفحة رقم 15. ومنتابع العناوين: الجامعة بعد دول الخليج تعترف بائتلاف المعارضة. صلحة الكتائب وفارس سعيد أطر للتنظيم. شقير لإعلان حال طوارئ غذائية وصحية. نصر الله للمعارضة: من كرم أخلاقنا أن نقبل بالجلوس معكم في الحوار. كمان من عناوين الصفحة الأولى من الشرق منتابع: السنورة في هارفارد، الشعوب العربية لم تعد تخشى حكامها. بريطانيا تدرب فريقا لاغتيال الأسد وأعوانه وقد تتدخل عسكريا. إيران متورطة بالعنف في سيناء. تظاهرات الكويت تعارض تعديل نظام الانتخابات. غدا مباراة حاسمة في الدوحة لمنتخبنا مع قطر. هالعناوين منشوفها داخل صحيفة الشرق، ومنتابع إلى صحيفة البناء مع العنوين الأول: جامعة العربي ودول الخليج والغرب يحرضون على العنف في سوريا بشرعنة الإرهاب. صيدا تحاصر الفتنة وترفض التجيش المذهبي والجيش يكثف إجراءاته. نصر الله: 14 آذار تدفع للانفجار وكرم أخلاق كرم أخلاق أن نجلس معكم على طاولة الحوار. كمان عنوان آخر من صحيفة البناء: العدو يقصف غزة وحماس تشكوه للأمم المتحدة، المقاومة تضرب تل أبيب وعسقلان. مع العنوان مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم. نبرس فيو، بنشوفكم بكرة على الساعة 7:30. إلى اللقاء.